النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. المناصير للزيوت والمحروقات. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعينا الكرام في الأردن، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير. إليكم نشرة الأحوال الجوية الرئيسية لهذا اليوم، والتي نبدأها بآخر يعني خرائط الضغط الجوي المحلل لدينا هنا في مركز طقس عرب، والتي تشير إلى اندفاع للمرتفع الجوي السيبيري الذي تحدثنا عنه في السابق. هذا المرتفع الجوي السيبيري يندفع باتجاه المملكة من الاتجاه الشمالي الشرقي، يقابله امتداد لما يسمى بمنخفض البحر الأحمر الذي يمتد بالاتجاه الشمالي الغربي. هذا النظام الجوي يعمل على اندفاع وهبوب رياح جنوبية شرقية إلى شرقية، نشطت السرعة مع هبات قوية أحيانا، وأيضا يقابله اندفاع لكتلة هوائية باردة في بعض طبقات الجو مترافقة مع ذلك المرتفع الجوي، الأمر الذي يعمل على زيادة الإحساس بالبرودة بشكل لافت، ولكن وسط أجواء تعتبر طبعا مشمسة وأكثر استقرارا مما قبل. يستمر هذا النظام الجوي بالسيطرة على المملكة حتى يوم الثلاثاء كما نلاحظ بشكل عام، ولا تغييرات جذرية متوقعة على ذلك. هذه خرائط سرعات هذه خرائط درجات الحرارة في الطبقات الجو القريبة من سطح الأرض، واللون الأخضر يشير إلى درجات الحرارة المنخفضة، بينما اللون الأصفر هو لدرجات الحرارة الأكثر ارتفاعا والتي تكون حول المعدلات. فكما نلاحظ هناك اندفاع للهواء البارد أكثر باتجاه المملكة من خلال الأراضي العراقية، ذلك ناتج عن ذلك المرتفع الجوي السيبيري كما نلاحظ هذا اليوم هذا غدا. إذن يزداد الشعور بالبرد خلال 24 ساعة القادمة، وتستمر هذه الأمور على ذلك النحو بمشيئة الله تعالى حتى يوم الاثنين. أما بالنسبة لخرائط الرياح فكما تلاحظون هذه الألوان البرتقالية أو الحمراء تشير إلى ارتفاع في سرعات الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية باتجاه المملكة كما نلاحظ. هذه بالنسبة لخرائط اليوم السبت، فكما نلاحظ هناك رياح قوية قادمة من شمال غرب الأراضي السعودية، يتوقع استمرار اندفاع هذه الرياح الجنوبية الشرقية ذات الهبات القوية أحيانا وخاصة في المناطق الشفاغورية، سنتحدث عن ذلك بعد قليل، ولكن يتوقع أن تستمر هذه الرياح على ما هو عليه اليوم بقية اليوم أو هذه الليلة السبت نهار يوم الأحد، وأيضا كما نلاحظ حتى يوم الاثنين تستمر هذه الرياح بالهبوب، ولكن يتوقع اعتبارا من يوم الثلاثاء أن تتراجع. كما نلاحظ الألوان البرتقالية تراجعت، بمعنى أن مقياس هذا المقياس اللوني يشير إلى انخفاض في سرعات الرياح متوقع اعتبارا من ساعات صباح يوم الثلاثاء كما نلاحظ، بحيث يعني نوعا ما تتراجع سرعات الرياح بشكل ونحو ملحوظ يوم الثلاثاء، ولكن تشير مؤشرات أخرى على عودتها مرة أخرى يوم الأربعاء. لماذا قمنا في طقس عرب بتنبيه الإخوة المزارعين في المناطق الشفاغورية من مخاطر ارتفاع سرعات الرياح؟ هذا الأمر تفسيره في الرسم التالي. تندفع الرياح الشرقية من المناطق الصحراوية باتجاه مثلا المرتفعات الجبلية المحاذية لمناطق الأغوار التي تقع تقريبا عليها أغلب المدن الرئيسية، تكون سرعات الرياح ذو هبات نشطة تصل إلى بعض الأحيان إلى 50-60 كيلومتر الساعة. هذه الرياح بعد عبورها للجبال ومع انحدارها باتجاه مناطق الأغوار تكتسب سرعات كبيرة نتيجة هذا الانحدار الكبير الذي يحصل في الارتفاع عن سطح البحر، لتصبح هبات الرياح تصل إلى 70 وأحيانا 90 كيلومتر بالساعة. تقع في هذه المناطق الشفاغورية وجود بيوت بلاستيكية عديدة ومناطق زراعية تتأثر سلبا بسبب هذه الرياح القوية والشديدة التي تنحدر من الجبال الغربية وباتجاه مناطق الأغوار وحتى المناطق الشفاغورية تصل سرعاتها 70 كيلومتر بالساعة. حتى ذلك في البحر الميت الذي يشهد رياحا قوية تؤدي أحيانا إلى التأثير على عمليات السباحة في داخل البحر، وتدفع أحيانا الأشخاص للجنوح أكثر إلى داخل البحر وعدم القدرة إلى العودة إلى الشواطئ بسبب هذا الانحدار الكبير واندفاع الرياح الشرقية
باتجاهها. بالعودة إلى الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، تبقى الرياح نشطة في أغلب المناطق، أجواء شديدة البرودة في بعض المناطق، درجة الحرارة الصغرى هذه الليلة في العاصمة عمان تقريبا 4 درجات مئوية فقط، بينما درجة الحرارة الملموسة هي درجة مئوية واحدة تحت الصفر، أي بمعنى آخر أننا نشعر بأن الطقس في الخارج تقريبا درجة حرارة درجة مئوية واحدة تحت الصفر، رياح قوية، هبات شديدة متوقعة في المناطق الشفا غورية بمشيئة الله تعالى، مع أيضا رطوبة نسبية منخفضة، الأجواء جافة عموما. لا يستبعد تشكل الصقيع في بعض الأجزاء المحدودة من مناطق، بعض المناطق التي تهبط بها درجات حرارة لمستويات منخفضة مثل مرتفعات الشراء، مناطق البادية، مناطق السهول، هذه المناطق وبعض الأودية يتوقع أن تنخفض بها درجات الحرارة، ومع وجود ارتفاع بنسب الرطوبة في بعض تلك المناطق مما يسمح بتشكل الصقيع في تلك الأجزاء. نهار يوم غد الأحد يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح درجات الحرارة غدا الأحد أقل من معدلاتها المعتادة لمثل هذا الوقت من العام، الطقس يكون بارد بوجه عام مع ظهور بعض السحب والغيوم على ارتفاعات مختلفة خاصة في المناطق الجنوبية والشرقية. يتوقع أن يستمر نشاط الرياح الكبير الذي يزيد من الإحساس بالبرودة، والذي يكون مصحوب بهبات شديدة أحيانا في المناطق الشفا غورية، ويكون أكثر اعتدالا، أي سرعة الرياح فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والوسطى، وتكون أكثر قوة في مناطق الأغوار الشمالية والوسطى ومناطق البحر الميت والمناطق الجنوبية. غدا هناك فرصة لبعض الزخات المحلية المحدودة من الأمطار في أقصى جنوب المملكة، تحديدا في بالقرب من مدينة العقبة وفي منطقة المدورة. بشكل عام هذه الأحوال الجوية المتوقعة في المملكة. نستعرض الآن درجات الحرارة العظمى المتوقعة، نستعرض معكم توقعات الأحوال الجوية خلال 3 أيام القادمة. تكون يوم الأحد من 11 درجة مئوية في ساعات النهار وصغرى 3 درجات، تهبط وتنخفض درجات الحرارة ليلة الأحد على الاثنين أكثر مما هو عليه الحال في بالنسبة طبعا لهذه الليلة. يوم الاثنين 11 إلى 6 درجات مئوية واستمرار للرياح النشطة، ويوم الثلاثاء يطرأ ارتفاع قليل على درجات الحرارة مع بقائها دون المعدلات، ولكن تحسن كبير حتى في ساعات الليل بسبب ضعف وبدء تراجع في سرعات الرياح بمشيئة الله تعالى. طبعا قبل الختام تنبيهات وتوصيات هامة بشأن الأحوال الجوية السائدة. ضرورة انتباه طبعا المزارعين من مخاطر ارتفاع سرعة الرياح في المناطق الشفا غورية على وجه التحديد، وتأثير ذلك على البيوت البلاستيكية. الأمر الآخر هو الاستخدام الآمن لوسائل التدفئة، وأخيرا هو الانتباه من مخاطر تشكل الصقيع في بعض المناطق، كما أيضا ندعوكم للانتباه في مناطق البحر الميت من عدم السباحة في هذه الظروف الجوية. بالنسبة لدرجات الحرارة العظمى والصغرى وتفاصيل أوفى بشأن الأحوال الجوية خلال 24 ساعة القادمة تجدوها في نشرة الأحوال الجوية في طقس الغد الذي تبث بعد قليل. أيضا هناك النشرة الجوية الأسبوعية تتحدث عن توقعات الأحوال الجوية خلال هذا الأسبوع. أتمنى لكم جميعا نهار سعيد أينما كنتم. إلى اللقاء.